سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب العالمين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله إمام المتقين ورسول رب العالمين الذي بعث إلى الأحمر والأسود والذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقهم وسار على نهجهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، اللهم اجعلنا منهم. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. أحبتي في الله، ها أنا أذكر بعض النصوص الشرعية التي تدور حول هذا الشهر الكريم بقصد خطبتي الجمعة، فاستمعوا واعتبروا يا أولي الأبصار. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال ابن حجر رحمه الله: التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وقال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصومه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وقال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى الآل والصحب الكرام. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبتي في الله، يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وقال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد أفضل الخلق وأكرم الرسل، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، اللهم وعنهم وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله. اللهم انصر المظلومين في كل مكان، اللهم انصر المظلومين في كل مكان. اللهم إنك أنت أعلم بالظالم والمظلوم، فانصر المظلوم
على الظالم يا قوي يا عزيز يا جبار السماوات والأرضين يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى اللهم يا شافي اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا وهاب يا تواب يا غفار ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عنا اللهم في هذا الشهر الكريم اللهم في هذا الشهر الكريم اللهم في هذا الشهر الكريم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو واعف عنا يا ذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله